تعالوا بقى نروح دلوقتي لان معانا سكايب مهم جدا، ومنضم لينا عبر السكايب الدكتور عادل كريم الناقد الرياضي، وهنقرا في اهم الاخبار الرياضيه طبعا في الصحف والمواقع. يا دكتور عادل بونجور، صباح الخير. بونجور يا تهوان، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك، مبسوطه ان حضرتك معانا بجد، ومعانا يعني مانشيتات مهمه جدا. خليني ابدا مع حضرتك من في الجول، والعنوان كده كالتالي: راي فيتوريا متابعا مباريات الدوري المصري بيقول عمل طويل وشاق لا يتوقف مع منتخب مصر. خلينا اصلا في البدايه كده اخد رؤيه حضرتك دكتور عادل من التعاقد اصلا مع روي فيتوريا، ومره اخرى بنعيد برضو التجربه البرتغاليه، وهل فعلا هي قادره على تطوير الكره المصريه؟ لان انا اعتقد ان احنا محتاجين حد يطور من الكرة المصرية يعني بشكل عاجل كمان. أكيد طبعا، يعني روي فيتوريا اسم كبير له تاريخ كويس جدا مع بنفيكا ومع الأندية اللي قادها في أكتر من مكان. هي يمكن كان بس الكونسيرن الوحيد أو الخوف الوحيد عند الناس إن هو أول تجربة ليه مع المنتخبات، وكل تجاربه كانت مع الأندية، لكن هو نفسه كان متحمس جدا، وبدليل إن هو قال في المؤتمر الصحفي إن هو قلل من مرتبه وقلل من طلباته المادية عشان هو متحمس لتجربة انه يقود منتخب مصر في الوقت ده. اعتقد التجربة البرتغالية دلوقتي اصبحت موجودة يمكن في اكتر من مكان في الدوري المصري، موجودة مع النادي الاهلي، موجودة في الزمالك، موجودة في مع المنتخب، موجود في امبي، موجود حتى في فاركو. فعندنا فرصة ان احنا يبقى عندنا مثلا تجربة معممة، ممكن يبقى في تواصل بين كل المديرين الفنيين دول لخدمة المنتخب طبعا في الفترة اللي جاية. تحديات كتير، لان كان الفتره اللي فاتت مش احسن حاجه، كان في بعض الارتباك اللي حصل يعني بعد كاس الامم وبعد الخروج من تصفيات كاس العالم. فاكيد فيتوريا قدامه تحديات كتير، هو ما بيضيعش وقت زي ما حضرتك قلتي، هو بدا فعلا يتابع ماتشات الدوري، المساعدين بتوعه موجودين وبيتابعوا ماتشات الدوري، هو هيبقى موجود المفروض في مصر على اول اغسطس. نتمنى ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه، احنا يمكن ما عندناش ارتباط قوي لان ماتشات التصفيات اتاجلت بتاعه سبتمبر، هتبقى لسه في مارس اللي جاي، فهيبقى عندنا اجنده دوليه ممكن ان احنا نستفيد منها. اعتقد قبل كاس العالم كل المنتخبات اللي في كاس العالم هتحتاج تلعب مباريات وديه، اتمنى ان احنا نستفيد من الاجنده دي، وان شاء الله مع عوده التصفيات باذن الله يبقى ربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. طيب انا هروح مع حضرتك برضو سريعا لان عندنا مانشيتات كتيره للشروق، والعنوان بيتكلم عن برشلونه بيعلن موعد تقديم ليفاندوفسكي في كامب ناو، طبعا ملعب يعني كامب ناو، والصفقه دي اللي هي كانت يمكن الصفقه الابرز حاليا في الميركاتو الصيفي بنتكلم، وناس كتيره يعني قالت لك هو ده يمكن خطوه جيده جدا لليفاندوفسكي، لكن هل هي الخطوه الكافيه لبرشلونه ولا لا؟ وهل هناك مثلا حديث على ضم مره اخرى بعض اللاعبين الاخرين او عوده بعض اللاعبين؟ وده خبر جاي معانا، وانا بختص هنا ميسي وخبر كده كده جاي معانا، فخلينا نعرف من حضرتك برضو دكتور عادل اتفضل. هو يمكن برشلونه قدم ليفاندوفسكي 7 مرات لغايه دلوقتي، هم فرحانين بالصفقه زياده عن اللزوم، يعني كل يومين يعملوا فيديو تقديم ليفاندوفسكي. دي حقيقه. لكن هو طبعا هيقدمه للجمهور بعد العوده، لان هو دلوقتي حاليا برشلونه في الولايات المتحده في التور اللي بيتعمل هناك، ولسه كان بيلعب مع يوفنتوس يمكن الفجر النهارده، تعادلوا 2-2، فهيبقى ده تقديم للجمهور في كامب ناو طبعا لما الفريق يرجع تاني استعدادا لبدايه الدوري الاسباني اللي هو ان شاء الله هيكون 13 اغسطس. فاعتقد الصفقه كانت مهمه جدا لان هي بتثبت يعني بعيدا عن كره القدم كمان، طبعا ليفاندوفسكي طبعا هو احسن لاعب في العالم اخر سنتين وهداف عظيم جدا مع بايرن ميونخ، لكن هي بعيدا عن النقطه دي هي بتثبت ان برشلونه بعد الازمات الكبيره جدا اللي كانت عنده ماديا ورياضيا، وكان في مشاكل قاسيه جدا ادت لرحيل ميسي وادت للاستغناء عن عدد كبير من اللعيبه ومطالبه بقيه اللعيبه بتخفيض رواتبهم لان كانت ازمه ماديه عنيفه صحيح. جدا ففكره ان اللعيب زي ليفاندوفسكي يبقى موجود في البارسا ده بيدي امبريشن للناس ان احنا لا احنا لسه نادي كبير، اي لعيب في العالم يتمنى يبقى موجود عندنا. ليفاندوفسكي نفسه تمسك بالموضوع بقوه جدا لان كان عقده لسه فيه سنه مع بايرن ميونخ، لكن هو تمسك بالانتقال لبرشلونه، وتم الاتفاق اخيرا بعد شد وجذب كتير جدا بين بايرن ميونخ وبارسا على ان هو ينتقل. عشان كده يمكن الصفقه واخده حجم كبير، وهو طبعا لان زي ما كنا بنقول ليفاندوفسكي واخد البالون دور السنه اللي قبل اللي فاتت، كان افضل لاعب في استفتاء الفيفا لسنتين، فاعتقد انه فعلا صفقه تستحق كل هذا الصخب يعني.
طيب سؤالي هيبقى مرتبط بالخبر اللي جاي شويه، لان سبورت 360 بيتكلم عن موقف ميسي من العوده لبرشلونه. هل فعلا ممكن ان هو يرحل عن باريس سان جيرمان ويعود مره ثانيه لبرشلونه؟ ده السؤال الخاص بالخبر ده. السؤال الخاص بالخبر الثاني واللي مربوط بيه هو اصلا برشلونه حتى مع صفقه ليفاندوفسكي هل هي كافيه لعوده مره ثانيه برشلونه لمجدها؟ لان كان موجود ميسي وكان في ازمه ماليه زي ما حضرتك اتكلمت، وهي ربما لم تحل يعني برضو بشكل كبير. ما زال برشلونة بيعاني من أزمات برضو مالية، مش زي الأول بس ما زال برضو عنده مشاكل. فهل صفقات برضو بأرقام كبيرة هتحل ولا هتزيد من الأزمة؟ تفضل. طيب نبدأ من الآخر. هو مش هو ليفاندوفسكي جه، رافينيا كمان جه من ليدز، فرانك كيسي من ميلان، أكتر من صفقة ضمهم برشلونة في محاولة إن هو يستعيد مرة أخرى زمام الأمور ويستعيد ثباته بعد موسم يعني يعتبر كارثي بالنسبة لجمهور برشلونة. بالظبط. لكن انا شايف ان لسه في حاجات كتير محتاجه تترمم في برشلونه، بين منها نقطه الدفاع، لان برشلونه بقى له اكتر من 4 5 مواسم عنده مشكله كبيره جدا في الدفاع، وهو دايما بيضم لعيبه مهاجمين وما بيفكرش في حته الدفاع دي. هنشوف. هو يمكن ضم كريستنسن من تشيلسي، كانت صفقه انتقال حر يعني، لكن لسه في كلام كتير على جول كاندي المدافع بتاع اشبيليه، لسه في كلام على تدعيمات اكتر. اعتقد المشروع اللي عامله تشافي تحديدا من ساعه ما مسك تدريب برشلونه هياخد شويه وقت، لكن هو شايف ان هو ماشي بخطى صحيحه. بالنسبه لموضوع ميسي اعتقد مش هيبقى السنه دي خالص، لان حتى كلام لابورتا رئيس برشلونه وكلام تشافي ان هم يحلموا ان ميسي يرجع مره تانية وينهي مسيرته مع برشلونه مش مع باريس سان جيرمان، لكن مش الموسم ده، لان هو عقده مع باريس سان جيرمان موسمين يخلص بنهايه الموسم ده. كان في كلام ان بي اس جي عرض على ميسي تمديد العقد، لكن هو رفض اي كلام غير بعد كاس العالم، فلسه بنتكلم في ديسمبر اللي جاي. هل ممكن يرجع برشلونه؟ كل شيء وارد، لكن في الوقت الحالي الكلام كله حتى اللي خارج من معسكر ميسي كمان ان هو ما بيفكرش في الخطوه دي خالص، لان هو لسه حاسس بحزن يعني من اللي حصل معاه من لابورتا ومن اداره برشلونه، ما كانش عايز يمشي، هو اضطر نتيجه الظروف. طيب قبل ما اروح للمانشات الاخير، معلش خلينا كده نحلل شويه، لان باريس سان جيرمان مش من النوادي اللي المفروض متوقع ان اسامي يعني نجوم ينضم ليها ويفكروا في الرحيل قبل انتهاء عقدهم، لان بتتكلم عن راس المال هنا، راس المال بتلعب دور كبير جدا وموفرين كل حاجه تقريبا للعيبه. فايه اللي بيحصل يعني؟ ليه بعض النجوم اللي انضمت بقت في حاجه او بتفكر ان هي ترحل عن بي اس جي؟ غريبه دي شويه. هي لان زي يعني طبعا من الناحيه الماديه مفيش اي مشكله، لان يمكن في ناديين في العالم ما عندهمش اي مشكله ماديه، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لان هم انديه مملوكه لدول مش لنادي يعني، مش لاداره نادي، فهم ما عندهمش اي ازمه ماديه من الناحيه الماديه دي خالص. الناحيه الثانيه يمكن اللي بتخلي اللعيبه تفكر زي ما حضرتك قلتي ان هو شايفين ان الطموح عندهم مش واصل لاعلى درجه. باريس سان جيرمان رغم كل النجوم اللي بيضمهم كل سنه دي مش قادر حتى يوصل للشامبيونز ليج، حتى السنه اللي فاتت رغم ضم ميسي وراموس ودوناروما، وكان الناس بتتكلم ان خلاص بي اس جي ما حدش هيقدر يقصده، وخرجوا من دور ال 16. بالظبط يعني حاجه محبطه جدا لجمهور بي اس جي وللناس وحتى للعيبه اللي موجوده، لان اي لعيب بيجي جنب انه بيفكر ماديا يعني هو بيفكر برضه في المستقبل بتاعه كبطولات. هو خلاص الدوري الفرنسي اصبح هم بياخدوه وهم حاطين رجل على رجل يعني، مش ما فيهاش مشكله. فالطموح الاكبر هو الشامبيونز ليج. اعتقد يمكن هم كل سنه بياكدوا ان لا والسنه دي الدنيا مختلفه، وده كان يمكن السبب الرئيسي في ان كيليان امبابي جدد مثلا وعرض ريال مدريد، رغم ان كان خلاص هو على ابواب ريال مدريد يعني. بالظبط. فاعتقد السنه دي ممكن تكون مفصليه شويه، لان سامعين كلام ان نيمار عايز يمشي، ميسي عقده هيخلص مع نهايه الموسم، مفيش حتى صفقات كبيره انضمت السنه دي على عكس ما الناس كلها كانت مستنيه ان في كل سنه في هو ضم يا دكتور يعني. عادل كل الاسماء صفقات كبيره اكتر من كده هيضم مين؟ تقريبا كل الناس عنده يعني، فاضل محمد صلاح يمكن يعني، وده طبعا مستبعد جدا. لا في ليفربول لا، مش خلي صلاح عندنا مش يعني على كل حال. طيب اللي هروح مع حضرتك للخبر الاخير من اليوم السابع، ما زلنا بنتكلم عن الميركاتو، وفكره هنا تشيلسي اللي بيفكر في ضم هاري كين. هاري كين اسم كبير جدا جدا ومؤخرا لمع بشكل يعني ملفت. راي حضرتك في الصفقات هنا برضو الدوري الانجليزي ايه؟ هي فكره صفقه تشيلسي او تشيلسي بيفكر في هاري كين، هو هاري كين من الموسم اللي فات كان عايز يمشي من توتنهام، برضه مش ازمه ماديه، لان توتنهام من الانديه الغنيه، توتنهام ما عندوش اي مشاكل ماديه خالص. لكن هو كان هاري كين هو هداف الدوري الانجليزي السنه اللي قبلها يعني، مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، وهداف المنتخب الانجليزي وكابتن منتخب انجلترا. هو كان شايف ان توتنهام ما بينافسش على بطولات، هو ممكن يكون موجود في التوب فور لكن ما بينافسش على بطولات.
كان عايز يخوض تجربه ثانيه، كان قريب جدا من مانشستر سيتي لكن الموضوع ما كملش في الاخر، كمل مع توتنهام. لكن في الوقت الحالي رجع تاني كلام ان هاري كين بيفضل يخوض تجربه ثانيه، لكن اعتقد ان توتنهام مش هيبيع لاي نادي في الدوري الانجليزي. يعني هو رفض السنه اللي فاتت تماما فكره مانشستر سيتي، هيرفض تماما فكره تشيلسي برضه، لان هو شايف ان كل الانديه دي منافسه معايا، سواء حتى لو ما كانش على اللقب على التوب فور، لان التوب فور مهمه جدا لانه بيوصل بيها للتشامبيونز ليج. كان في كلام ان بايرن ميونخ بدا يفكر في هاري كين عشان يبقى بديل لليفاندوفسكي، ونجلس من نفسه مدرب بايرن ميونخ قال انه بيقدر جدا هاري كين وهي يعني هيبقى سعيد لو تعامل معاه. لكن برضه توتنهام السنه دي ضم صفقات كتير جدا، ضم حوالي 6 صفقات واسامي تقيله، فاعتقد انه مش هيسيب نجمه الاول في وقت زي ده، لان هو بيفكر في المنافسه، بيفكر في انه يبقى موجود دايما في دايره القمه في الدوري الانجليزي. هيجي يتكلم على صفقات في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي هيفضل هو اهم واقوى دوري في العالم في الوقت الحالي. كل الانديه الكبيره يمكن جابت لعيبه على اعلى مستوى، ليفربول جاب داروين نونيز مهاجم بنفيكا في صفقه تاريخيه بالنسبه للنادي، ايرلينج هالاند طبعا انضم لمانشستر سيتي، ارسنال عامل اكتر من صفقه بشكل محترم جدا وارتيتا بيحاول يكمل المشروع بتاعه، يونايتد يعني جاب اريكسن وجاب تايرن مالاشيا وبيحاول يحافظ على كريستيانو رونالدو بعد الاجتماع اللي قيل انه اتعمل امبارح في النادي بين كريستيانو وبين الوكيل بتاعه وبين اداره النادي، وقالوا ان كمان سير اليكس فيرجسون حضر الاجتماع ده. فكل الانديه بتحاول ان هي تدعم. هنشوف موسم اعتقد قوي جدا بدايه من السبت الجاي من ماتش الدرع الخيريه بين ليفربول وسيتي، وبعد كده السبت اللي بعديه ان شاء الله او الجمعه اللي بعديها بدايه الموسم. كل الانديه في انجلترا دعمت بشكل محترم جدا، واعتقد الموسم السنه دي هيبقى كمان يعني هو قوي جدا. مش محتاج يبقى اقوى من كده، بس هو غالبا يعني دكتور عادل بجد انا بشكرك، انا استمتعت شخصيا حقيقي بقرايه الصحافه مع حضرتك، بشكرك جدا ولنا لقاء اخر باذن الله.